هاي، كيفكم؟ بتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله. اليوم جاي بقراءة عاطفية الثور، رح أحكي عن العاطفة، رح أحكي عن مشاعر الحبيب وإلى ما ذلك، كذلك رح أحكي عن مستقبل العلاقة بيناتكم، رح أخصص كذلك فقرة للناس العزاب، الناس اللي بدهم أو ينتظروا قدوم شخص جديد بحياتهم، كذلك على أنه القراءة تقبل أن تكون عكسية، وفي إمكانية أنه كذلك أنه تكون يعني هذه القراءة لا تنطبق عليك، لهيك أنا بنصحك أنه تتابع البرج الشمسي أو القمري أو الطالع، شوف أي قراءة تنطبق عليك أو حسيتها أقرب إليك، حاول تسمع لها. أوكي، هيدا كل شيء، وما تنسوا تعملوا لي لايك سبسكرايب لقناتي وتحطوا لي كومنت. عم يطلع لي يا برج الثور على انه انت في هذه المرحلة كأنه تنتظر ظهور الحق، اوكي، كأنه كان في زعل وفي تعب حصل لك يا برج الثور، وانت تنتظر النصر من الله، اوكي، كأنه تنتظر تشوف شو رح يحصل، لأنه حسيت حالك أنه انظلمت، كان في خلاف أنت وشخص ما، أنت ومجموعة، ممكن يكون مجموعة من الناس، ممكن يكون أنت والشريك، وحسيت بظلمة، حسيت بخسارة، حسيت بألم، وعم تنتظر ظهور الحق يا برج الثور. أوكي، كأنه في أحد عمل شيء خبيث لإلك، ممكن وسوس لحدا، حكي مش ولا بد عليك، هذا هو سبب ممكن الزعل أو سبب الخصام أنت وشخص آخر، كأنه كان في طرف ثالث تدخل لإساءة لإلك يا برج الثور. أوكي، كذلك عم شوف الشريك حاليا ممكن يكون برج الأسد، هذا وارد بهذه القراءة، بتطلع كتير طاقات برج الأسد. عم نشوف حاليا كأنه حاسس هذا الإنسان كأن هذا الإنسان ممكن هذا الإنسان اللي عم تحس حالك انظلمت يا برج الثور ممكن يكون من برج الأسد، أو كأنه ممكن طاقة الشريك أو طاقة هذا الشخص استقوى عليك، في قوة أن هذا الإنسان استقوى عليك وظلمك وحسسك بكتير ظلم، بس هو بالنسبة له أو الصورة التي أراها يعني بالشريك بشوف على أنه هذا الإنسان كان في تشويش، في أشياء يعني في أفكار ممكن تجي عباله، ممكن حدا او امرأة، وهذا هذا الشيء عم يبين هون، في امرأة عم تتدخل لا تحكي حكي مش صادق عنك لهذا الانسان، هو بحس حاله كأنه عمل الاشياء اللي عليه وحكى كل شيء بقلبه. اوكي، كأنه هذا الإنسان كان كتير جاحف وكتير قوي عليك، أوكي؟ وأنت بتحس يا برج الثور على أنه في ظلم، تحس بالظلم يا برج الثور بهذه المرحلة. كذلك عم أحس مشاعرك أنت يا برج الثور أو بهذه الوقت كأنه أنت حيران، كأنه أنت صوب يعني فكرتين براسك عم تجي ببالك، يا أنا اهتم بهذا الشريك او يعني اعطيه فرصة، خاصة برج الثور، انا بلاحظ ملاحظة لبرج الثور، شخص صعب انه يتخلى عن علاقة كيفما كانت، شخص وفي بضل بعلاقة حتى لو ارهقته هذه العلاقة بضل فيها، صعب انه يغير الشريك هذا الانسان، انت صوب يعني فكرتين او اشياء عم تجي ببالك، يا اما اكون مع هذا الانسان او اعطيه فرصة او يظهر الحق او يظهر الحق او ينصفني الله، او اتبع شخص اخر، او مثلا اشتغل اعتمد على الوضع المادي، انجح بحياتي، كأنه انت يعني مشوش بهذه المرحلة. عم شوفه كذلك هو مشاعره
ممكن هذا الإنسان ليس بالشخص الوفي. أوكي، تطلع هون قراءة يعني علاقة ثلاثية، وكذلك هون علاقة ثلاثية. هيك هو بحس حاله سعيد لما بيكون بهيك بهيك علاقات يعني. كمان عم شوف يا برج الثور على انه ما بتحب في هذا الانسان، على انه انت بتعرف انه هذا الانسان شخص متلاعب، شخص هيك بحب النسوان، هذا للنساء وكذلك للرجال. بحس حاله انه هذا الانسان ليست بصادقه، شخصيه ليست بالصادقه. كذلك عم تشوف على انه هذا الانسان عم يسبب لك الم، عم يسبب لك جرح بقلبك. كذلك عم تشوف على هذا الانسان بالرغم من كل هالشي، يعني هذا الانسان عنده هيك جمال بلسانه، هيك بيعرف يحكي، بيعرف يتغزل، بيعرف كيف يجذبك لإله، بالرغم من انه بحب انه يتنقل بين امرأة او اخرى، بس انسان هيك يعني كلامه معسول، كلامه ممكن حتى يكون جميل الوجه هذا الانسان. كذلك عم شوف يا برج الثور على انه عم تحب فيه على انه شخصية ما بعرف، يعني انت بتحب فيه على انه هيك انسان عنده هيك عنده علاقات، مش يعني انا بشوف على انه بتحبه على انه انسان مشهور امام الناس، كل الناس عم تعجب فيه، كل الناس عم تقول هذا الانسان واو. ممكن هالاشياء عم تحسها انت او بتحبها فيه، بتحبه انه شكله جميل، شكله جذاب للشريك. اوكي، وهيك انت بتحب يا برج الثور. كذلك انا عم شوفه على انه هو ما بيحب فيك شيء، على انه اوقات بحسك بتتدمر كتير. اوكي، بتدمر كتير، او بحسك اوقات، انا ما بحس هذا الانسان يعني نيته صافية او نيته جميلة نحوك، بحسه كأنه بيتسلى يعني، بس بده يعني مضي وقت فقط، هذا الذي انظر اليه انا. كذلك عم شوف على انه هذا يعني الاشياء الايجابية اللي عم تشوفها فيه، على انه يشوفها فيك على انه انت بالرغم من كل شيء بتضل معه، بيعرف حاله منه جيد، بيعرف حاله كتير مستهتر، بيعرف حاله عنده كتير سلبيات، بس بتشوفه انت يا برج الثور، بيشوفك يا برج الثور على انه انت شخص وفي، شخص بتضل معه بالرغم من كل شيء. النوايا اللي عم شوفها انا، نيتك يا برج الثور انه تضل معه وتستمتع معه وتكون علاقه فيها سعاده وفيها فرح. اوكي، اما هو انا عم شوفه حيران بينك وبين شريك اخر. انا عم شوف هذا الانسان كتير متلاعب، كتير بهمه انه يظهر امام الناس، انه يتفاخر، حابب حاله، بس انت يا برج الثور بحسك انه بدك ترجع العلاقه، من مع انه هذه العلاقه تؤذيك يا برج الثور. اوكي، مستقبل العلاقه بينك وبين هذا الانسان. اوكي، بالرغم من انه انا عم شوف انه هذه العلاقه ليست بالجيده، عم شوفك انه راح تمر يا برج الثور من ألم وتفكير وسهر وعذاب نفسي يا برج الثور، بس من بعدها راح يكون في تجدد للعلاقة وفي توازن، حتى لو كانت فترة زمنية، بس يعني هذه العلاقة تتطلب وقت وتتطلب صبر كتير كبير يا برج الثور. إذا أنت بدك تضل بهذه العلاقة لازم تستنزف طاقيا وتستنزف كتير، لأنه هذا الإنسان منه ثابت، منه شخصية ثابتة، ومثلك يا برج الثور بتحب الاستقرار، بتحب أنه تضل مع إنسان واحد، ما تغير بين واحد والآخر. بس هو هذا الشريك هيك بحب
يغير جو، يتسلى شوي، يضحك، يفرفش وقت. هيك أنا بحسه هذا يا برج الثور. كذلك الطاقات اللي عم تطلع عندي، عم يطلع برج الأسد، كذلك عم شوف برج الأسد، وعم شوف برج العقرب والحوت والعذراء. هذه الطاقات اللي عم تطلع عندي لإلكم، بس كل الطاقات، يعني أبراج ترابية، هوائية، نارية، ومائية. كذلك حتى برج التلو عم يطلع عندي بهذه القراءة. للناس العزاب أو الذين ينتظرون قدوم شخص، عم شوف في قدوم شخص جديد بحياتهم. أوكي، عم شوف في شخص جديد أو شخص من الماضي يا برج التور. اوكي، شخص من الماضي انتظرته طويلا، حتى لدرجة انه اوكي نسيته، بلشت تبلش حياتك، تبدأ حياتك من جديد، تشوف كتير اشياء بالحياة. بشوف انه هذا الانسان يرجع لك، ممكن يحكيك، ممكن يذكرك بالماضي، ممكن هذا الانسان يعني من الطفولة، هذا الإنسان تعرفت عليه من الطفولة، وكذلك ممكن تكون حتى علاقة. أوكي، أنا أشوف كذلك يا برج الثور على أنه النصيحة ممكن هذه العلاقة ما تقول إلا شيء جيد. أوكي، بس هذه أنا عم شوفها علاقة كرمية، أنه هذه العلاقة إذا ما صلحتها أو حاولت أنه تتجانس فيها أنت والشريك، أنه تخلصوا هذه العلاقة بشيء من السلام، راح تعيد نفسها كل مرة، راح تعيد نفسها، لأنه هذه علاقة كرمية. العلاقة كرمية مش ولا بد أنه تكون فيها زواج، ممكن يكون فيها زواج، ممكن لا، بس العلاقة كرمية هي علاقة لازم تصلح فيها الأمور. يعني إذا كان في شائبة بهذه العلاقة لازم تصلحها، لأنه إذا ما صلحتها وكل مرة راح تعيد هذه العلاقة ترجع لك. أوكي، راح تعطي فرصة تانية ورح يرجع لك هذا الشخص، ورح تتزعلوا من جديد، ورح ترجع العلاقة من جديد، ورح تضل بهذه المتاهة إلى ما بعرف يعني أي وقت. بس هذه نصيحة مني، إنه تخلص، يعني تخلص السياكل تبع هذه العلاقة. أوكي، رح أخذ نصيحة لإلكم. أوكي يا برج الثور، أعتقد شهر سبتمبر. أوكي، بقول لك إنه لازم تسبح كما يسبح الحوت، يعني إنه تساير الأمور، إنه ما تكون شخص عنيد. خاصة أنا بشوفها للناس اللي عزاب، الناس اللي عزاب، إنه أوكي ما يعني هذه العلاقة حتى لو افترقتوا، حاولوا تفترقوا بنوع من السلام، ما يكون فيها تجريح، ما يكون فيها نوع من الخصام. اوكي، كمان هون يعني هذه الورقة تنصحك على انه لا تقلق، انه كل شيء رح يكون بخير. بقول لك انه الموقف لا يتطلب قلق او نوع من القوة للمساعدة، يعني لتحصيل هذا الشيء. يعني بقول لك كل شيء راح يجي بالوقت يعني البرفكت، يعني الوقت الجيد. اوكي، يعني كل شيء بدو اياه الله راح يجي بالوقت المحدد. انت ما تقلق نفسك، حتى لو الأمور ليست بالجيدة أو ليست بالذي تتمنيه يا برج الثور، رح يحصل لك الخير إن شاء الله. أوكي، بيقول لك إنه الملائكة فتح إيديها وقلوبها لإلك عشان تزيد نسبة تصليح الأمور. اوكي، كتير في امور عالقة بهذه الطاقة يا برج الثور. عم شوف انه الاوضاع ليست بالجيدة للناس اللي بعلاقة، وانا عم شوفهم ممكن منهم يكونوا منفصلين، وفي منهم يكونوا بعلاقة بس العلاقة ليست بالجيدة.
وحتى للناس العزاب. اوكي، ما نشوف الاوضاع جيدة في اشياء كتير عالقة، يجب تصحيح الامور، يجب وضع اذا العلاقة ما انصلحت وعم تشوف ان العلاقة ليست بالجيدة وانه لا تتقدم الى الامام، لازم توقفها او تسكر الابواب او تنهي العلاقة بنوع من السلام. يا اخي انا ما عم اهتم لهذه العلاقة، وانا وياك مش صالحين لبعض، خلص. ومش فيها كلام تجريح ولا فيها كلام فيه نوع من الشتيمة، لأن هذه كارما سلبية، كل مرة رح ترجع لك هذه الطاقة، وكل مرة رح تبلش علاقة مع شخص آخر رح ترجع لك الطاقة السلبية اللي أنت ختمتها مع الشريك الماضي. أوكي، لهيك أنا أنصح أنه تصلح الأمور، لأنه يعني في نوع من العراقيل لازم تصلحها عشان ان شاء الله يكون خير، لانه بقول لك الوراء انه كل شيء بوقته رح ياتي، يعني كل الخير رح ياتي بس بوقته. اوكي، هذا كل شيء يا برج الثور، بتمنى انه تكون بخير ان شاء الله، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب لقناتي، وشكرا لكم.